إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. الحمد لله الذي كان بعباده
من ناحية الاسم والنسب، من ناحية الخلق والخلق. فوالله كما قال ابن عباس في تفسير قول مولانا: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. قال ابن عباس ابن عم سيد الناس صلى الله وسلم وبارك على رسول الله، قال: والذي لا إله غيره
عم النبي أبا لهب. تتخيل بيت النبي الآن كيف يعيش؟ كيف هو الآن؟ تشويش إعلامي، نعم إعلامي، وتكذيب لرسول الله، وتكذيب لرسول الله، وإزاء باليد، وإزاء باليد. ماذا كان حال النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ في كل صبيحة يوم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم كما درسناها ربما في الحضانة. اسمع، يخرج فيجد الطهورات، ويجد النبي صلى الله عليه وسلم أمام بيته من مخلفات البشر ما يجد، فيرفعها بيده الطاهرة وينظر يمينا وشمالا ويقول: يا بني، يا بني عبد مناف، أي جوار هذا يا ناس؟ ثم يرفع يده إلى السماء قائلا: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. أمثل هذا يا مان؟ أمثل هذا يا يوسف؟ لا والله. والنبي محمد صلى الله عليه وسلم صابر محتسب، ليس من ضعف، لا، هو أخذ طريقة صلى الله عليه وسلم، والله رسول الله. الله
مال أو يحتاج إلى شعير. فتقدم زيد وكان حبر يهودي وعنده مال، قال يا محمد ما رأيك أن أقرضك؟ من الذي عرض على رسول الله؟ هو ما طلب النبي. قال نعم، لأن هناك أسر من أسر المسلمين تحتاج إلى شعير، فأعطاه وقال له بيني وبينك أجل. قال نعم. اتفقوا مثلا على 5 شهور، فما هو إلا شهر أو شهران، حتى جاء هذا الرجل اليهودي والنبي في جنازة لرجل من الأنصار وبينه النجوم والأقمار أصحاب النبي محمد، فيدخل هذا الرجل الحبر اليهودي والنبي بين أصحابه. تخيل المشهد والجنازة أمام الناس، فأمسك بتلابيب ثوب رسول الله وقال يا محمد اعطني، هذا عدو يهودي، اعطني مالي، انكم اهل مطل يا بني عبد المطلب، يا بني عبد المطلب، انكم اهل مطل، انتم تاكلوا الناس سفاه، اكفياكم اكل الناس. هكذا فنظر النبي محمد صلى الله عليه وسلم والموقف حرج، فتبسم النبي محمد صلى الله عليه وسلم وقام حبيب النبي عمر بن الخطاب دعه يا رسول الله اضرب عنقه، فخاف زيد بن سعد وارتجف، فقال له عمر، قال له رسول الله على اسمك يا عمر ما كنا نريد منك ذلك، بل كنا نود منك ان تامرني بحسن اداء. قل لي رسول الله فعلا الرجل الذي يمسح عن ذنب فعل، وكنت تأمره بحسن الطلب. الله على كلام رسول الله، والله العظيم ما تخلف في الأمة إلا بسبب تخلفها عن رسول الله. اسمع ثم يقول يا عمر اذهب فاعطيه حقه، بس لا اعطيه حقه، مع أن لسه ما وجد حتى الآن، وزده 20 صاعا، زوده كم؟ 20 صاع. لما؟ قال لأنك روعت هذا الرجل، انت خوفت فلازم تدفع ثمن انك انت ايه؟ هذا هو حريمكم. أم اسم هذا يهان؟ أم اسم هذا يسب؟ تحت قناة تسمى والأستاذ مغاية للسيارة، كيف ممثل؟ ثم يريدون أن يقولوا للناس بلاش من فتنة الله يبيع الشيء. طب يا أخي والقناة، القنوات التي ليلا ونهار ليس لها غرض إلا سبا في رسول الله، قناة تسمى بالحقيقة والكرامة وغير ذلك، أي حقيقة وأي كذب وأي تدليس. نعم، فيذهب عمر ويعطي الرجل حقه ويزيده 20، فبكى الرجل وقال والله ما أقرضت محمد بمال، ولكنني قد وجدت صفات محمد في التوراة والإنجيل، ولم يتبقى لي إلا صفتان أردت أن أتبين منهما، ألا وهما أن حلمه يسبق الله، أن حلمه يسبق غضبه. الله أكبر. وما ازداد عليه رجل بجهل إلا وزاده النبي محمد حلما. يا هذا رضيت بالله ربا، هذا كلام الحبر اليهودي، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله وسلم عليه أفضل الصلاة رسولا، فأسلم بموقف. فالواجب علينا أيها الأحباب أن نشرح للناس بالشرح العملي كيف كانت حياة النبي مع الأعداء، فكيف تكون النبي صلى الله عليه وسلم مع الأولياء ومع الأصفياء. أحبتي وإخواني في الله، اعلموا علم اليقين، ما يراد بسب نبيكم لذاته إنما هو سبا لدينكم. وقلت لكم كلمة والله أعلم ما في قلبي، والله ما يقاتل من يموت ومن هم على أشكالهم من أي ملل، والله لا يقاتلوننا على أرض ولا يقاتلوننا على ماء ولا
وأنتم طلاب فهداكم الله بي. ألم
فبكى الأنصار وقالوا المن والفضل لرسول الله. فقال لهم أجيبوني ردوا علي. فقالوا وبما نجيبك يا رسول الله؟ قال ردوا علي بمثل ما قلت شفافية ردوا علي وقولوا لي مثل ما قلت لكم شهادة لرسول الله. يقول لهم ووالله لو قلتم لصدقتم ولصدقتم فقالوا وبماذا نجيبك؟ وبكى الناس والأطفال والنساء والرجال بما نجيبك يا رسول الله؟ قال لهم قولوا لي كنت فقيرا فأغناك الله بنا وجئت مخزونا فنصرناك وجئت مكذبا فصدقناك وجئت طريدا فآنسناك. فبكى المهاجرون قالوا لا لا نقولها لرسول الله. فقال لهم يا معشر الأنصار أما ترضون أن يعود الناس بالشاب والبعير وأنتم تعودون برسول الله؟ فبكى الأنصار وقالوا رضينا بالله ورضينا برسول الله حسنا وحفظا. وتآلفت القلوب. سيرة النبي العملية كثيرة للغاية، ولكن أكفيني أن أقول ما قالت أم عائشة في رسول الله حينما سئلت عن رسول الله، أنها قالت كان خلقه المبارك. على جناح السرعة رسالة إلى الأقلام الخبيثة. أقول لكل كاتب قبل أن تكتب عن رسول الله تأدب مع رسول الله، تأدب مع حبيب الله. والله العظيم لو كتبت عن رئيس أو عن قائد لحزب أو عضو في أي مكان كان لاتصلت عليه وقلت يا فلان هل قلت أم لم تقل؟ أما الكلام مباح على رسول الله أقول لهم كيف بكم إذا ما وقفتم بين يدي رب العالمين وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا؟ دافع عن رسول الله ولو بكلمة، تحدثوا عن رسول الله.
إن أردت أن تنصر النبي فطبق كلام النبي محمد. أقول لإخواننا ممن ابتلاهم الله بالنجاة في الانتخابات، أقول لهم إن مسؤولية الإسلام والمسلمين بل وأهل مصر أرضاق المسلمين وعمالين وإن كان هؤلاء في أعناقكم، فإياكم أن تؤثروا